يا لهوي، ولا اعتدائك يا شيخ. ايوه كده، ارجع لاصلك. وهو كله مصلحه. انت مش لسه تعبانه؟ ايه اللي منزلك الشغل النهارده؟ انت لسه مش عايزه تتكلمي معايا؟ انت هتفضلي لحد امتى تعامليني زي الكلب الجربان؟ هتفضلي لحد امتى تحسيني من يوم ما خرجت من السجن ما شفتيش يوم حلو ومتعذبه؟ انا بعمل كل ده عشانك انت ويوسف. ايوه يا عز، بعمل كل ده عشانك انت ويوسف، عشان نعيش عيشه انضف. كفايه انا ذل وكفايه انا فقر. انت عاجبك اللي احنا فيه؟ ما زهقتيش؟ ما زهقتيش من الحيطه اللي بتنشع؟ ما زهقتيش من المايه الوسخه اللي بتنقط علينا كل يوم واحنا نايمين؟ ما نفسكيش تاكلي اكله حلوه؟ ننام على سرير مريح، نشم هوا نضيف؟ بالحرام بالحرام يا ناصر، ما هو كان قدامي 10 سنين وانت في السجن. على الاقل ساعتها كان عندي حج، محدش كان ممكن يفتح بقه معايا بكلمة. بس أنا صبرت واستحملت عشانك، عشانك أنت. حسستني إن أنت اتغيرت. كنت كل ليلة أحط راسي على المخدة وأقول هانت يا بت، أهو فات يوم، بكرة هيخرج ويعوض لك كل اللي شفتيه. ربك كان ساترها وكانت ماشية. عمري ما تعبت وعمري ما زهقت. كنت بشتغل زي الحمارة كل يوم عشان الأيام تعدي بسرعة وتخرج من السجن تلاقي كل حاجة أحسن ما سبتها. لكن يا خسارة يا خسارة، كل ده راح في الأرض. أنت يا ناصر، من يوم ما خرجت من السجن قدام عيني ومش شايفاك ومش لاقياك، طاير ومسايب نفسك كده لعالم أصلا عمرنا في حياتنا ما هنشوف من وراهم خير. إحنا ما شفناش غير الذل والأذى منهم. طب ثلاثة بالله العظيم، أنا مقصود كل ده. أنا ما كانش قدامي حل تاني يا عز. يا إما تاتي وأجاريهم علشان يسيبونا نعيش زي البني آدمين، يا إما عاند وقف قصادهم. وساعتها بقى ولا كنت هعرف أحميكي ولا أحمي الواد اللي أنت عشتي طول عمرك بتحاولي إن هو ما يطلعش زيي. أنت عارفة يا عز أنا بحبكوا قد إيه، وما استحملش حد يمسكوا بنص كلمة. مش بالكلام يا ناصر. طب اصبري يا عزه، ناخد حقنا. كفايه خساره بقى يا ناصر. انت النار اللي جواك دي هتحرقك وتحرق كل الناس اللي حواليك. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا عقل. كفايه انا اللي شفناه. ما تخافيش ما تخافيش يا عزه، كل اللي عملوه معايا اواني ما كسرنيش. بس انت خليكي جنبي، خليكي جنبي واصبري، وصدقيني اخر مره.